يواصل الاتحاد المغربي كرة قدم السياسة الناجحة في استقطاب المواهب الشابة التي نشأت في أوروبا وتتألق في صهو أندية القارة العجوز في الوقت الذي بات فيه العديد من اللاعبين الذين ولدوا خارج المغرب يختارون تمثيله في الآونة الأخيرة بفضل العمل الجاد الذي يقوم به كشافة الاتحاد المغربي من أجل إقناع اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة لاختيار اللعب للبلد الذي ينحدرون منها بدل البلدان التي يقيمون بها. وأفاد مسؤول مقرب من الاتحاد المغربي كرة قدم بأنه تتم متابعة المردود الفني للثنائي المغربي في صفوف رديف نادي أرسنال الإنجليزي الشقيقين صلاح وإسماعيل ولد محمد في انتظار ضمهما مستقبلا إلى المنتخب المغربي تحت 20 سنة والمنتخب المغربي الأولمبي. ومنذ مدة طويلة يراقب أحد كشافي الاتحاد المغربي كرة قدم في أوروبا مسيرة اللاعب صلاح ولد محمد والذي لعب الموسم الماضي معارا لنادي هول سيتي قبل أن يعود إلى صفوف رديف أرسنال. أما شقيقه إسماعيل فبات واحدا من أبرز لاعبي الفريق اللندني وهو الذي كان قد بدأ مسيرته الكروية في هولندا رفقة نادي فاينورد قبل أن ينتقل للعب مع أرسنال رفقة شقيقها، وكلاهما يأمل أن يحضر قريبا إلى المغرب لحمل قميص الأسود.